بدي ارجع ابوس ترابها الارض الحنونة، عشبها الدنيا وتهنى وضلك عايش راضي. رحت رجعت طلعت نزلت، رحت زعل عالفاضي. جني 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 وهالدنيا والله جني، اسمع مني وريح هالبال ضلك عايش متهني. عني 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 ويا غربي حلي عني، فرقتي كل الاحباب واخدت الغالي مني. ويلي 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 ويلي. يسأل عن بنت صغيري قال يوم قال كان ينطرها بالجيري ضاعت مرسال. يسأل عن بنت صغيري قال يوم قال كان ينطرها بالجيري ويا فاضل بال ما تدوق ان شاء الله لغيري. وصلنا واليوم لبنان على اكبر لقاء مع سوريا حتى تشوفوا التحدي قد ايه رح ينتهي بروح رياضيه فظيعه. ربك يقبرني ربك، انت الورد بيعبك بالوادي، انت مشهور وكل العالم بتحبك. ايوه صدقوني مشاهدينا، قد ما لكم كارن وانا مبسوطين وكل فريق عمل او تي في لانه موجودين باحلى سياحه بسوريا بمارماريتا. وهيدا الشعر وهيدا الشعر اللي بلشت فيه هو من شاعر رح تتعرفوا عليه من مارماريتا، قال لي هيدا لسان حال كل اهالي مارماريتا وكل اهالي سوريا، عن يوسف حداد، عن كارن، عن كل الشعب اللبناني الموجود اليوم بالساحه. ما تسمعوا ما تسمعوا الشعر يلي انا جايبته معي من شدرا اليوم، يلي محضرينه اهالي شدرا لاهالي مارماريتا حتى تشوفوا قد ايه اليوم الحلقه مش بس رح تكون ولعانه، رح تكون كمان موحده. مشاهدينا رح لكم الشعر اللي قالوا لي اياه بشدرا لكارن، ربك يقبرني ربك وكل العالم بتحبك، وقت ما يحبوك مش رح توصل لحد يوسف. لا لا لحظة، سألوا عنك يا يوسف من وجه مش مشاهدينا ما رح نطول حتى نبلش، مثل ما وعدناكم انه بكل حلقة رح يكون عنا مفاجآت، اليوم حلقتنا رح تكون أكبر مفاجأة، لأنه رح ترجع تجمع هالشعبين اللي هن شعب واحد ببلدين، رح ترجع تحبب الناس ببعضها مثل ما هن خلقوا وربينا على التراث، لقينا التراث واحد، جغرافيا وحدة، والقلب واحد، والمحبة وحدة، أهالي مارماريتا. اللي هن عندن اهل واصحاب كتير بشدرا، عندن عيال مجوزي، عندن اولاد بيقولوا جدو لهون وتيتا لهونيك، رح يعملوا لنا حلقه رهيبه مع اهالي شدرا، ورح نقلكن انه مهما صار ومهما قدروا يحاولوا يقسمونا، لبنان وسوريا هن اهل، شعب لبناني والشعب السوري هن اخوه، واليوم رح تشوفوا بكل الحلقه هيدي المحبه، لانه ما رح تعرفوا مين من شدرا ومين من ماريتا. ومثل ما عم بتشوفوا مشاهدينا رح فرجيكم شيء كتير كبير، في عندي هون جماعة عملة، هي العملة السورية الحجر والعملة اللبنانية كمان الحجر، ومثل ما هالعملة مخلوطة وإذا بيجي أنا بقعد سنين وساعات يمكن أفصلهم عن بعضهم ما رح أقدر، كمان مين ما إجا ليقدر يفصل الشعب اللبناني عن السوري ما رح يقدر. عم الحال مثل ما هالعملة المهمة اللي عم تجمع هالبلدين، الأهم والأهم يلي بيجمعنا كلنا سوا هو النشيدين الوطنيين اللبناني والسوري يلي مش ممكن نبدأ الحلقة من دون ما نسمعهم على الطريقة المرمريتية اليوم مش دراوية.